من ضمن الأسئلة، أنا خريج كلية علوم قسم فيزياء، هل دبلومة التربوي من أي جامعة تكفي ولا لازم دبلومة التربوي من الجامعة الأمريكية؟ لا، لو حضرتك تقصد العمل في المدارس الانترناشونال، عاوز بس أوضح حاجتين. أول حاجة، دبلومة التربوي من أي جامعة تمام، لأنك على أساسها هتدرس في تدرس، وبعد ما تدرس إن شاء الله تاخد الخبرة فتقدم على المدارس الانترناشونال. هل دبلومة التربوي من الجامعة الأمريكية اسمها تي يو تي؟ ما فيش دبلومة تربوي في الجامعة الأمريكية، والتي يو تي دي معناها ترين أوف ذا ترينر، تدريب المدربين، ففي مصطلحات مختلفة. تدريب المدربين ده عشان يبقى شخص مدرب مش مدرس، وفي فرق ما بين المدرب والمدرس. هل الجامعه الامريكيه اصلا اسمها تي او تي؟ ما اسمهاش تي او تي، اسمها ذا بروفيشنال ترينر او ذا سيرتيفايد ترينر او ذا حاجه كده، يعني الاسم نفسه كمان مش مظبوط، وما فيش حاجه اسمها تي او تي في الجامعه الامريكيه. فاحنا هنا فصلنا في هذا الاجابه. اول حاجه، اي دبلومه تربوي خد دبلومه، اهم حاجه الخبره العمليه ولغتك الانجليزيه. هل لازم دبلومه التربوي من الجامعه الامريكيه؟ مش لازم من الجامعه الامريكيه، ولكن نوضح بس ان الجامعه الامريكيه ما فيهاش تي او تي، فيها اسمها ذا سيرتيفايد ترينر او ذا ترينر او حاجه كده، ودي للمدربين وليس للمدرسين، وهناك فرق ما بين التدريب والتدريس، وعملنا فيديوهات على هذا الموضوع، اعمل عليه سيرش.